فبدأت فعلا، بدأت بالفعل من خلال قوانين قمعية، من خلال سحب قانون النفاذ إلى المعلومات، من خلال قانون حماية القوات الأمنية، من خلال قانون الإرهاب. تدجين وقمع حرية الإعلام بدأت من خلال الحملات الممنهجة لقمع الصحفيين في الشوارع، وأثناء تغطية التظاهرات يوم أمس فقط سجلنا يعني اعتداء جسدي على زملاء صحفيين. تدجين قطاع الإعلام يبدأ أساساً من خلال تهميش الإطار الصحفي، من خلال تهميش الصحفيين في داخل المؤسسات الإعلامية، عدم احترام عقود التشغيل، الطرد التعسفي، التسريح الجماعي، هذه كلها وسائل ممنهجة. تم طردي احتجاجاً على خاطر قدمت احتجاج على طريقة اختيار الصحفيين اللي ما كانش زيها وما كانش تحترم المعايير الصحفية. كان فما اختبار تم إرساله للمترشحين قبل بأيام، وصديقة أحد المسؤولين بالراديو طلبت تحب تاخذ إجابات على التمرين هذا. هذا ما اعتبرته عدم مس بالتكافؤ الفرص للمترشحين. احنا مطلبنا الأساسي والنقطة الهامة الموجودة في كرة الشروط هي فصل التحرير عن الإدارة، يعني الإدارة المفروض ما تتدخلش لا في خط التحرير ولا في اختيار الفريق الصحفي، وهذا اللي ما كانش موجود في نجمة أفام، على خاطر أنسة المديرة كانت تختار صحفيين حسب ذوقها هي، حسب رأيها هي، حسب عن طريق المحاباة. أمام رفضي للممارسات هذه وطلبت اجتماع أول وثاني واجتماع هيئة التحرير ووجود مدير البث ديريكتور دونتين اللي ثلاثة شهور ما شفناهش، وحسب ما نسمعوا فيه هي تحب تكون ديريكتريس دونتين، ألور كرة الشروط تفرض أنه يكون من خبير في الأعلام. أمام رفضي هذا طلبت مني أني نغادر المؤسسة ورفضت أني نحضر الكاستينج. أمام الرفض هذا وأمام المعاملة متاعها ولوحة بإنهاء العقد متاعي، أنا أقدمت على محاولة الانتحار هذا استنجادا بالنقابة. أنا على خرار 15 صحافي آخر بقسم الأخبار في قناة حنبال تم طردنا تعسفيا بعد العمل لثلاثة سنوات متتالية، ثلاثة سنوات ونيف وثلاثة سنوات متتالية بتعلة ما عادش فما معناتها لي مويان باش يخلصونا. نحب نقول اللي التصرفات هذه ما تليقش بمدير قناة حنبال اللي يعتبر نفسه صحفي ويحس بالصحفيين، ونحب نقول اللي زيدا بالحق يزي ويزمنا اليوم كلنا نقفوا يد واحدة قدام اللي صاير في قناة حنبال وفي برشا مؤسسات عالمية أخرى. اليوم الوقفة التضامنية هذه والوقفة الاحتجاجية بالأحرى هي يعني اليوم بداية أما من كومباني قدمتها يعني النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين، خاصة بالوضعيات الهشة، خاصة بعدم احترام حقوق الصحفيين، خاصة بموجات طرد التعسفي، خاصة كونه الصحافي زاد اليوم ينقل هموم الناس ومشاكل الناس، راهو عنده هموم وعنده مشاكل لازم حتى الرأي العام يوعى بها، لازم حتى السلطة السياسية تعى بها وأجهزة الرقابة خاصة تعى بها اللي ما يشقى من دوره إلى حد الآن، يعني من كنترول معناتها تسكي كنترول معناتها نتاع تفقد الشغل، تسكي كنترول نتاع وضعية هشة. اليوم أمام تعنت، أمام عدم مسؤولية برشا رؤساء مؤسسات وبرشا مؤسسات إعلامية اللي كانت جزء من المنظومة القديمة وكانت سبب في اختلاس المال العام. اليوم نعاود نشوفوا كونه المؤسسة للأسف مؤسسة جديدة واخذ رخصة جديدة وبعد 3-4 شهور يعني طرد صحفيين لسبب كونه معاش عنده فلوس، في حين هني سيغ لاباز متاعي كاي تشارج كانت عندها فلوس تكفيها عام وعامين وثلاثة. يعني اليوم وضعية صعيبة ياسر، اليوم يحبوا يخلوا الصحفي يدور فوق الحلقة المفرغة متاع الشهرية متاع سي ان اس اس باش يتناسى وينسى المحتوى اوبليغاتوارمون باش يولي ينسى المحتوى يتعب. اليوم يحبوا الإعلام ولا يقلق، الإعلام ولا يوصل صوت المواطن، الصحفيين والزملاء يوصلوا يعني يكشفوا برشا حقائق، قلقوا المال السياسي، قلقوا الأحزاب السياسية، قلقوا رؤساء الأموال والمال الفاسد، وبالتالي باش تكون ردة فعل منهم كونه لازم الصحافي يرجع الدائرة الضيقة متاع قبل، ولازم الإعلام ما ياخذش حجمه حسب رأيهم هما. اليوم وقفة احتجاجية غدوة باش تتم أكثر خطوة تصعيدية باش نعملوا زيارات ميدانية للصحفيين، التقاضي ماشي دائما لبروسيدور جوريديك ماشي، عندنا تقريبا أكثر من 100 قضية في المحاكم منشورة في المحاكم خاصة بالوضعيات المهنية. اليوم باش نحملوا المسؤولين كل يعني نحسوا الرأي العام
بأهمية كونه الصحافي يكون يعني مرتاح ماديا، يكون يعني عنده حقوقه كاملة باش يوصل صوتهم كما يلفو، والحملة هذه باش تبقى هذا الشهر، وبالنسبة لنا متواصلة إلى آخر المنداء ولازمها تتواصل.